حارس الفريق الاتفاقي الكابتن فايز السبيعي. بداية أبو سلطان أقول لك الحمد لله على السلامة، لاحظنا عليك أثار تعب قبل قليل وأنت خارج غرفة الملابس، بس طمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله عليك حال. لا هي بس ضربة والله ما أدري من اللي ضربها من لعبة الأهلي، إضافة إلى ضربة ثانية من الجزاوي. يلا الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بس أبو سلطان هارد لك على مباراة اليوم، البلنتي أو ضربة الجزاء الأولى كانت هي نقطة تحول بالنسبة لمجريات المباراة، هل كان لها تأثير عليكم كلاعبين؟ أول شيء يعني احنا أدينا أداء كويس يعني سواء قبل أو بعد البلنتي. بالنسبة للبلنتيات اللي بدأت تكثر علينا احنا بالذات، يعني احنا فريق الاتفاق، يعني أنا أتحدى إذا ضربة الجزاء الأولى اليوم فيها شيء، يعني أنا أبغى أجد مبرر من الحكم. يعني تعبنا كل مباراة بلنتي بلنتين بلنتي بلنتين. يعني أتمنى من أعضاء مجلس إدارتنا، أتمنى من أعضاء شرفنا، أتمنى من الإعلام يدعمنا. يعني ما يصير يعني كل مباراة لازم نخرج بلنتي بلنتين، يعني الشيء ذا صراحة قاعد يضيع مجهود، ولكن شكر الله يعني في نهاية الأمر. أبو سلطان خليني أسألك عن النتيجة القاسية التي خرجت مباراة اليوم، هل يتحملها خط الدفاع؟ لاحظنا في تباعد في خطوط الدفاع، ممكن سبب ضغط عليك أبو سلطان، لاحظ يمكن خروج ممكن كان ممكن يسجل من خروج مرتين أو ثلاث كان ممكن يسجل منها هدف، ولكنك استطعت الوقوف أمامها. لا شوف الدفاع مو ما يتحمل الخسارة واحدة ولا يتحل، حتى لو فزنا ما يتحمل فوز واحد، احنا مجموعة واحدة، يعني احنا مثل اللي قدام مثل المهاجمين ما قدروا يسجلوا قدرنا ندافع بس، ولكن اذا ما في تسجيل ما في دفاع. يعني لو تلاحظ الان الفترة اللي فاتت، يعني انا شخصيا يمكن من لعبت الاتفاق يمكن لي 55 60 مباراة، مباراتين بس فقط اللي احنا بدينا بالتسجيل ونهزمنا، الباقي من نسجل ما ننهزم، ولكن زي ما شايف يعني الحمد لله الحمد لله. مشاهدينا الكرام كان هذا حديث الكابتن فايز السبيعي حارس الفريق الاتفاق.